مشاهدينا ومستمعينا مجددا. الفن للتعليم مبادرة أطلقها عدد من الفنانين أو الفنانون السودانيون المهتمون بضرورة إعانة المدارس المتهالكة على الترميم. السؤال هو لماذا؟ لماذا؟ كانت كمحاولة طبعا لإيجاد بيئة جاذبة للأطفال بهذه المدارس، فالمشاركة هنا لا تكون بالتبرع بالمال ولا بجلب متبرعين، بل بالمجهود البدني في البناء طبعا وإذهان أو إصلاح التالف مما تحويه المدرسة. الزميلة تسابيح مبارك من الخرطوم معها التفاصيل. أشعة الشمس الحارقة وهم يتجهون كل صباح إلى مدارسهم طالبين العلم حالمين بمستقبل أخضر، ومدارس هؤلاء الأطفال بلا أسوار تحيطها، بلا باحات للعب، بل ولا تحوي أسقفا لفصولها. نسب كبيرة من المدارس الحكومية في أطراف الخرطوم حالها يشابه حال هذه المدرسة، فلولا أن رغبة هؤلاء الصغار في التعلم كبيرة لما كلفوا أنفسهم عناء القدوم إلى هنا كل صباح. المواطنين لما رحلوا من صوب المنطقة دي بنوا المدرسة حالة استثنائية أو مدرسة إسعافية عشان يدرسوا فيها أطفالهم. بعد ما أنا جيت كانت الدنيا خريف، يعني الفصول اللي اتبنت كلها اتكسرت، كان حصير وتكسر وما عندها دورات مياه. قمت استعنت ببرنامج عديل المدارس. عديل المدارس مبادرة أطلقها فنانون ومثقفون في السودان لإعادة تأهيل وترميم المدارس المتهالكة. هنا لا يشارك الراغب في الدعم إلا بجهده. اليوم أتى المتطوعون من جميع أنحاء ولاية الخرطوم ليقوموا بعمل الظل لهذه المدرسة ليقي الطلاب والطالبات من الحر والسموم، وكما ترون جميعا هذا النفير العظيم الذي تلاقت فيه سواعد الشباب والشابات وشعارهم في ذلك الفن من أجل التعليم. صورة تكافلية مثلى انتظمت معظم الأحياء الفقيرة في الخرطوم ولقيت القبول من جموع المهتمين بقضايا التعليم والبيئة الدراسية التي هي بحسبهم طريدة في معظم هذه المدارس. نجاح هذا العمل شجع القائمين عليه أن يشدوا رحالهم صوب أماكن نائية يحملون الأمل والرغبة في رسم الابتسامة على وجوه أطفال هم قادة الغد، فكيف لهم رسم الغد في فصل بلا سقف عماده القش والخيزران. تسابيح مبارك، MBC الخرطوم. إذن معنا مباشرة الآن من الرياض البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي. مساء الخير أبو علي. مساء الخير. مساء الخير استاذ علي، مساء الخير استاذ علا، مساء الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. اذا المصاب موقف محايد ونسبي قد يتعرض له الجميع، وتظل ردة الفعل تعكس مدى القدرة على ضبط النفس وإدارة الألم حينها. علا، طبعا تلك القدرة مشاهدينا ومستمعينا التي تتشكل من خلال المهارات الفردية التي تميز كل شخص عن غيره، ومن خلال الفقرة النفسية اليوم سنطرح فن إدارة المصاب أو الألم مع البروفيسور طارق الحبيب من خلال طبعا عدة محاور، وأكيد سنبدأ أولا معه بكلمة تطمينية نحتاجها منك الآن عن وضع ابنك الصحي، وذلك طبعا نظرا لأسئلة الناس المتكررة في كل مكان. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لابني فما زال في العناية المركزة، يسأل الله سبحانه وتعالى ووالداه وأهله جميعا أن يمن عليه برحماته إن شاء الله. وفي البداية أيضا أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العرب وغير العرب الذين تفضلوا بالدعاء والاتصال والتواصل معي، سواء من المجتمع العربي وغير العربي، من المجتمع المسلم أو غير المسلم، فلهم مني الشكر الجزيل والثناء النبيل. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصل عطائي إلى مستوى توقعاتهم وأن أوفي نبلهم شيئا مما فعلوه. ثم أيضا شكر خاص لأمة السعودية، وليس تقصيرا في حق الأمم الأخرى، لكن هؤلاء أنا واحد منهم،
فشكرا لبني قومي على موقفهم النبيل. هذا المجتمع الذي يجعلني حال صحتي المربي وحال مصابي أنا الطفل المدلل، فأي مكان أكبر من هذا أبتغيه بينهم. فشكرا لهم والتقدير لهم، وأقسم بالله من هذا المنبر لأنافسن نبلهم نبلا أضعاف مضاعفة. فيك الخير والله يا أبو علي، وألف الحمد لله إن شاء الله على سلامته الأولية، وبإذن الله الله يطمنكم عليه ويقوم إن شاء الله بالعافية ويجعل إن شاء الله طهور، وهذا إن شاء الله يا رب يجعل شفيع إن شاء الله لكم سواء في الدنيا أو في الآخرة بإذن الله. عقبال إن شاء الله ما نستضيفك إن شاء الله وتبشرنا البشارة لأنه إن شاء الله قام بسلامة بإذن الله إن شاء الله. الآن ندخل في صلب الموضوع دكتور طارق، وهو عن المهارات النفسية لمواجهة المصاب التي قد يتعرض له الشخص. نعم، حينما تحدث مصيبة للإنسان فإن الإنسان يمر بخمس مراحل أساسية كان لزاما على الإنسان أن يعرفها، فإذا حدث له مصاب يدرك في أي مرحلة منها حتى يسارع للخروج التي بعدها. المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة، فجائية الخبر، ثم المرحلة التي بعدها مرحلة الإنكار، ينكر أن ذلك الخبر صحيحا، ثم بعدها يحتج، وهذا الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان بإيمانه يوجه هذه حيلة دفاعية تسمى التحويل، يوجه ذلك الاحتجاج على آخرين، ربما لماذا أسرعت في القيادة، لماذا أنت فعلت كذا، يا ليت لم يتركهم يخرجون إلى البر أو غيرها من هذه الأمور. ثم ينتقل بعدها إلى حال شيء من الكآبة والضيق، وليس بالضرورة مرض الاكتئاب، ثم بعدها إلى القبول. إذا أدركت هذا التنقل الطبيعي فإنك تحاول أن تسارع بالمرور حتى تصل للمرحلة الخامسة، هي مرحلة القبول، وهي التي مقابلها بالطرح الروحاني، مرحلة الرضا التي يحتاجها ذلك الإنسان. الأمر الآخر، ما معنى ذلك الحدث عندك؟ هذا الإنسان المصاب، ما قيمة ذلك الإنسان المصاب؟ كلما ارتفعت قيمته كلما زادت نسبة التأثر. الأمر الآخر، ما مهاراتك في التعامل مع المصائب؟ كلما ارتفعت كلما قل تأثير ذلك المصاب، أعني بها التأثير السلبي، وإلا التأثير الإيجابي كان لزاما أن تستفيد من المصاب في رفع مهاراتك النفسية، في مراجعة قدراتك النفسية على إدارة الألم وإدارة المصاب وغيرها. الأمر الآخر، وجود الداعم. نعم، كل إنسان له داعم من شكل ما، قد يكون صديق، قد يكون حبيب، قد يكون لا صديقك محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي الدعم الروحاني. قد يكون أنت خليل لله سبحانه وتعالى فتستغني برب الخلق عن الخلق. إذن يجب أن أعرف من هو الداعم الحقيقي لي في لحظات ضعفي. لا بأس، قد يكون بشرا أكثر من الخالق، هذا وضع زيد عن عمرو من الناس، وليس تميز فلان عن فلان، فليس وقت التميز وإنما وقت استكشاف النفس حتى أستخدم ذلك في علاج معاناتي. الأمر الآخر، هناك مهارات الاسترخاء. نعم، والاسترخاء بأنواع متعددة، يجب على الإنسان في أيام غير ألمه أن يتعلم عليها حتى يستفيد منها خارج وقت الألم. أحيانا صرف الانتباه. نعم، كلما زاد ضغط التفكير وتركيزك على المصاب كلما تألمت أكثر، فمهارات صرف الانتباه هي محبوبات عندك أيها الإنسان من أمور الحياة تخفف ذلك الضغط، أعني به ضغط المصاب والعديد من المهارات أيضا. طيب بروفيسور، يعني تحدثت من خلال كلامك عن الجانب الروحاني، وبكل تأكيد يعني لا يوجد أقوى وأرقى من تلك العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل. ما هي المهارات الروحية لمواجهة المصاب الذي قد يتعرض له الشخص، ومدى إيمانه بقضاء الله وقدره، وأن يعني يتقبل كل شيء بروح الرضا على الأقل؟ نعم، حينما تحدث المصيبة يجب ألا يفكر الإنسان وهو يتعامل مع ربه ليس بحجم المصاب، وإنما بمهارته الروحية التي أشرت إليها في طريقة إدارة المصاب. لما يتنزل القرآن ويقول الله تعالى لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا الحرف الجر لنا وليس علينا، فالله مصائب التي تحدث في معيارنا هي مصائب لنا وليست علينا، فهي إضافة لنا. ولذلك بعض الناس كتب لي إن الإنسان بحلاوة ذرارة الألم قولوا تشعر بحالة الشفاء حتى ذو لا ليس إلا المرة تأتي من رزق.
بشكل آخر من إيمانية القضاء والنتألئ والهو أبر البر الصبر. أنا لا أؤمن أن الإنسان حين تأتيه مصيبة أن رفع، لكن الذي يشغل الإنسان ربما متى يأتي، وليس هل سيأتي أم لن يأتي، سيأتي لا محالة، لكن كيف يسير ذلك الأمر. ولذلك هذا يزقنا الإنسان من المرات الروحية أن تراجع طريقة تدينك، قد تكون طريقة نوع تدينك إشكالية، راجع ذلك النوع. كانت بنيتك سيئة بنوع تدين لا تد، ربما تجب غيرك في طريقة اليون بسبب النفسي يناسب، أن قد تكون إشكال في كمية التدين، فلذلك يجب أن تراجع مستوى التدين عندك. قد يكون أحيانا إشكاليتك أنك انشغلت بسلوكيات تدينية عن معارف التدين وقيمه ومبادئ ذلك الدين، فأصبحت خاويا مجوفا أيها الإنسان من هذه المعطيات. أحيانا قد تكون في علاقة خوف مع هذا الدين، مع أن هذا الدين في نظري هو علاقة المحبة، وأي محبة وشيء من الرجال هو الأصل، يعطر بشيء من الخوف عند ذلك الإنسان المقصر أكثر مما سواه. إذن هناك مهارات تدينية عديدة أو مهارات روحية. هذه المهارات حينما تأتي إليك هذه المصيبة، ابحث في سيرة محمد حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وتذكر موقفا مثل موقفك، عش ذلك الموقف، عشه بشعورك الكامل. صدقوني إما أن تنتهي أزمتك أو ينتهي شعورك بتلك الأزمة وتنتهي تلك القضية. ولقد كتبت اليوم تغريدة أني في مصابي هذا تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنينته وهو في غار حراء، وتذكرت تخوف أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت لكي أختار إما حال الطمأنينة لدى حبيبي رسول الله وإما حال التخوف وليس الخوف لدى أبي بكر الصديق، فوجدت أن الطمأنينة من محمد أولى من التخوف من غير محمد.